ولأننا كنا بدأنا قبل أسبوعين متابعة مشاكل الأحياء المختلفة، كاميرا 90 دقيقة أعدت تقريرا عن منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم يكشف عن تدني مستوى الخدمات والمرافق والطرق الغير صالحة وانتشار القمامة وتفاصيل أخرى في التقرير اللي أعدته زميلتي نوع حمزة. خلينا نشوفه ونرجع. تلال من القمامة أمام البيوت وفي الطرق الرئيسية التي أصابها الإهمال هي الأخرى وتهالكت دون إصلاحها. صرف صحي أغرق الشوارع وكلاب ضالة وإنارة منعدمة. كل هذا ليس في منطقة عشوائية بل في إحدى أهم المناطق السكنية بالمقطم، إنها الهضبة الوسطى. أول حاجة عندنا صرف صحي متدمر، كل فترة كده نلاقي الدنيا ضربة ومجاري مفيش تصليح. برضو مواسير المياه بتاعت الشرب، طبعا حضرتك شايفها الشوارع مفيش اسفلت فيها، فالمواسير على وش الارض، كل ده بيتكسر وميه على طول بتضرب في الشوارع. في شركه اسمها شركه النصر للاسكان والتعمير، دي صاحبه حق الامتياز هنا في الهضبه الوسطى. الشركه دي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتقسم الاراضي وبتبيعها بس، تستفاد بس ماديا، مفيش بقى خدمات، مفيش مرافق، طرق لا تصلح للاستخدام الادامي خالص، مفيش تليفونات من 12 سنه، مفيش تليفونات عشان مفيش خطوط ارضي داخله. كل عماره هنا المفروض ان في جراج تحت للسكان، لا هم اصحاب العمارات بيقفلوها ويعملوها مخازن ويأجروها. الكلاب اللي ماليه المنطقه، طبعا الاطفال الصغيرين بيخافوا ان هم ينزلوا، يعني مفيش اناره. حصل قبل كده حوادث مشاكل؟ حصل قبل كده حوادث، بنت صاحبتي فعلا تعرضت ان الكلاب جريت وراها، والبنت صغيره في رابعه ابتدائي تقريبا. يعني في طلبه بنات كتير قوي بالنسبه لكليات الصيدله والهندسه والاسنان، يعني في حوالي اربع كليات خمس كليات هنا، وفي بنات بتبقى ماشيه بالليل، وفي اللي بتسير تليفونها بتنت الشعب، واحد راكب موتوسيكل بتاع بنقله الاضاءه. مش تامين حضرتك؟ في تامين بس يعني بيعدوا في وقت متاخر، يعني من بعد الساعه 2. الحاجات اللي بتحصل دي بتحصل مثلا حوالي مثلا الساعه 11 الساعة 12. احنا عندنا هنا ارتفاع فظيع في الاسعار، التجار اللي حضرتك شايفها المحلات اللي انت شايفاها دي غلو كامل في الاسعار. احنا بنطلع نجيب الحاجة من شارع 9 في المقطم اللي هو المفروض اعلى من هنا بكتير، بنجيبها باسعار اقل. انبوبة الغاز بتتجاب من المستودع ب 15 جنيه، بتتباع في الهضبة ب 65 كاش. رغم فخامة المباني ورقي سكانها وموقعها المتميز، الا ان انعدام المرافق والخدمات الاساسية وافتقار الامن بها جعلها منطقة تبدو عشوائية، يصرخ سكانها منذ سنوات دون نظر إليهم، فأين المسؤولون من هذا؟ نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.